بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما ذكره المؤلف ما يتعلق أيضا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المؤلف، وهو متعلق بالعقيدة، وهو أيضا في الأصل الثالث، وهو معرفة العبد لنبيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله غفورا رحيما. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. نعم، ذكرنا ما يتعلق بالهجرة وما يتعلق أيضا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام للتوحيد في مكة 13 سنة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة، ثم بعد ذلك جاءت ونزلت ما فرضه الله سبحانه وتعالى على نبيه مما يتعلق بالعبادات الأخرى، أيضا ما يتعلق بعبادات الصلاة، وكذلك أيضا في الزكاة والحج وغيرها من أنواع العبادات. أما في المدينة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، ثم بيّن هنا المؤلف عندما بيّن عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعدما أوذي عليه الصلاة والسلام، فخرج من المدينة، فخرج من مكة إلى المدينة مهاجرا، وأمر أصحابه أيضا أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة، وبلاد الحبشة لم تكن بلاد إسلام في ذاك الوقت، ولكن كان فيها ملك عادل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن يهاجروا إليها. وهذا يدل على أن المسلم إذا عاش في بلد والحكم فيها عادل ويسمحون لهم بأداء هذه العبادة جاز لهم أن يعيشوا في هذا البلد. وأيضا ما يتعلق بالهجرة هنا، وذكر كلام البغوي، يقول أن سبب هذه ونزول هذه الآية بأن أو المسلمين في مكة لم يهاجروا، بعض المسلمين لم يهاجروا عندما استثنى الله سبحانه وتعالى وقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فبين الله سبحانه وتعالى قال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فعفى عنهم وناداهم بالإيمان، فوصفهم بالإيمان، وهو دليل على أن الهجرة هي من السنة، هي من السنة. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. وأيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عندما قال: لا هجرة بعد الفتح. والمقصود في ذلك أن لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة دخلها الإسلام، فلا حاجة بالهجرة من مكة إلى المدينة. ولذلك الهجرة الآن تكون في حال أن يكون حال المسلم مثل حال المسلمين عندما كانوا في مكة قبل دخول الإسلام فيها،
كانوا يضايقون ويمنعون من الصلاة ويؤذون ويعذبون، ففي هذه الحالة تجب الهجرة. أما في غير هذه الحالة فإن المسلم يبقى في بلده ولو حصل فيها من الشرك أو حصل فيها من غير هذه أو العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فيبقى في هذا البلد ويبذل الأسباب في دعوته وفي أيضا ما يستطيع أن يقوم به مما أوجب الله عليه، سواء من العبادات في نفسه أو في أهله أو في قومه أو في أقاربه أو في بلده حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. المؤلف هنا قد ذكر لنا في هذه المقاطع البسيطة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام منذ ولادته، ثم بين نسبه عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر دعوته عندما أمر بالرسالة، وكم كان عمره عليه الصلاة والسلام عندما أمر بهذه الرسالة، ثم بعد ذلك بدعوته عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة للتوحيد، ثم بعد ذلك قبل هجرته ب3 سنوات فرضت عليه الصلاة وأسري به عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الهجرة، ثم بعد ذلك قال: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. لماذا في المدينة؟ هي بلد الهجرة، وهي بلد أصبحت مسلمة، وكان واجبا ولزاما أن تقوم شرائع الإسلام في هذا البلد، فأوجب الله عليه وبين له ما يجب عليهم من الشرائع في المدينة مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. ثم بين المؤلف، وهذا يذكر من سيرته، ذكرها بشكل بسيط وواضح، يقول: أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه. ولذلك بقي هذا الإسلام عزيز منذ دعوته عليه الصلاة والسلام لهذا الدين، وهو ينتشر وإلى وقتنا الحاضر. ولا شك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أفضل العبادات، من أفضل العبادات التي يعملها المسلم هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. متى؟ بعد أن يعلم. ولذلك نبهنا أكثر من مرة أنه لا يدعو إلا بعلم، ولذلك أول تأصيل ذكره الشيخ محمد قال: أول شيء العلم، ثم بعد ذلك العمل، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله، ثم بعدها الصبر، يصبر على هذه الدعوة. هنا بين المؤلف ما يتعلق بدين، قال: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، أي لا خير إلا دل هذه الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. وهنا رجع المؤلف مرة أخرى يؤكد أهمية التوحيد. ماذا قال؟
هنا قال ولا شر إلا حذرها من، والخير الذي دلهم عليه هو التوحيد. يقول خير ما دلهم عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه هو الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. لماذا يقول المؤلف هذا الكلام؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقلنا أنه مهما يعمل العبد من صلاة وصيام وصدقة وحج وغيرها من العبادات وهو مشرك بالله فإن عمله حابط. ما هو الدليل؟ ذكرنا لكم الدليل في قوله تعالى عندما وجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال في حال المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هنا يبين أهمية التوحيد ويحذر من الشرك، ولذلك من يقع في الشرك فإن عمله حابط لا تنفعه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا زكاة لأنه قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤلف يؤكد أيضا عن حال النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته لأصحابه، بل كان أصحاب ربما وقع منهم شيء وهم بعد أن دخلوا في الإسلام شيء ربما يكون فيه نوع من أنواع الشرك، إما الشرك الأصغر أو غيره، مثل ما حصل لحاطب وغيرها من المواقف التي كانت أيضا من فعل عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا غيرها من المواقف التي تدل على أنه ربما يقع المسلم في بعض الأخطاء، ولكن يجب على المسلم أن يكون رجاع إلى الحق، إذا جاءه الدليل يرجع إلى الحق. ثم قال المؤلف وكمل الله به الدين، والدليل على ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عندما جاء الرجل اليهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال إن آية نزلت، والله نحن معشر اليهود لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال ما هي؟ فقال اليوم أكملت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني والله لأعلم متى نزلت هذه الآية، وهو في يوم عرفة وفي يوم جمعة. وبين عمر رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في هذا اليوم العظيم وهو يوم عرفة، ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية أيام عيد، أيام أكل وأيام التشريق، أيام أكل وشرب، وهي أيام عيد. فعندما نزلت هذه الآية كانت أيضا في ذلك اليوم وهو يوم عرفة وهو يوم عظيم. ثم بين أيضا هنا المؤلف بعد أن ذكر هذه السيرة المختصرة للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه بعد أن أكمل هذا الدين مات عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما توفي عليه الصلاة والسلام كان من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من لم يصدق ذلك، فذكرهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. فيقول عمر وكأني أسمع هذه الآية لأول مرة، لأن كان الخطب عليهم كبير، وفي قوله سبحانه وإنهم ميتون أي أنهم سيموتون وينقلبون من هذه الدار إلى الدار الآخرة، كل نفس ذائقة الموت. ولذلك بين المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في المدينة، وبين أيضا الدليل على ذلك إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم،
والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، هنا المؤلف لاحظنا أنه يتكلم عن الأصل الثالث، عن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بعدما ذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ميت، ثم قال أيضا وأنهم ميتون، ثم بيّن المؤلف هنا تقرير ذلك أنه بعد الموت يأتي البعث، يأتي البعث، أراد رحمه الله تقرير الإيمان بالبعث وبيان أنه يجب الإيمان بذلك، يجب الإيمان بالبعث، والبعث معناه إحياء الموتى، البعث هو إحياء الموتى حتى ينفخ في الصور النفخة الثانية، بعد ذلك يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قال المؤلف قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وهذا أيضا تدل أيضا هذه الآية على البعث. ثم قال أيضا استشهد بقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي أنه مبدأ الخلق كان آدم عليه الصلاة والسلام، وكان منشأه من الأرض، والناس كلهم ولد لآدم. ثم قال: ثم يعيدكم فيها، أي في الأرض، يعني يعيدكم في الأرض إذا متتم ودفنتم، ويخرجكم إخراجا، يخرجكم لماذا؟ للحساب، هذا هو المعنى في ذلك، أنه يأتي يوم الحساب. المسألة الثانية هنا: بعد البعث ماذا يكون؟ بعد أن نبعث نحاسب، يأتي الحساب، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والمراد بالحساب هنا هو أن يحاسب الله سبحانه وتعالى على جميع الأعمال، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تظهر جميع الأعمال وتنطق الأعضاء بكل ما عمل الإنسان في حياته، تشهد عليه الأعضاء. وهذا يكون عندما جاء في قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ثم قال: وغفيت كل نفس ما عملت ماذا؟ وهو أعلم بما يفعلون. فالله يعلم ما فعل العباد من خير ومن شر، فيحاسبون في ذاك اليوم. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لذلك على المسلم أن يحاسب نفسه في كل جميع، في كل أحواله وفي كل أوقاته. ولذلك من أهم الأمور التي يؤكد عليها المؤلف وما يتعلق بأمر التوحيد. ثم قال وبين أيضا مسألة مهمة أيضا تتعلق بالإسلام والكفر، قال: ومن كذب بالبعث كفر، الذي يكذب بالبعث يكفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا. فمن أنكر البعث فإنه يكفر، وهذا هو الدليل. ولذلك بين المؤلف هذا الباب بأن الناس عند بعد وفاتهم يحاسبون، وأيضا جاء في الحديث ما يعرض على المسلم في قبره ويسأل عن ثلاث، فإذا أجاب عليها فتح له باب من الجنة، وإذا لم يجب عليها فتح عليه باب في النار يعذب فيها حتى يأتي يوم البعث.
المسألة الرابعة هنا في هذا الكلام الذي ذكر المؤلف، قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا تأتي مسألة من مسائل المهمة، وهو ما يتعلق ببلوغ الحجة وفهم الحجة، وأيضا هذه من المسائل المهمة التي تعرض دائما على الناس، متى يحاسب؟ ومتى هناك أناس لم تصلهم هذه الدعوة، فهم في هذه الحالة يكونون أهل فترة من لم تبلغه الرسالة. أما من بلغته الرسالة وكان في بلاد المسلمين ويسمع الآيات تتلى عليه ويسمع الأحاديث، فهذا قد بلغته الحجة، فهو يحاسب في هذه الحالة. أما من لم تبلغه الحجة فإنه في هذه الحالة يكون من أهل الفترة. ولذلك الصحيح فيما يتعلق بأولاد المشركين وأولاد المسلمين أنهم على الفطرة، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ثم بين هنا يشرح رحمه الله ما يتعلق ب عندما ذكرنا أركان الإيمان الستة، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هو متعلق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق أيضا بالتوحيد هو الإيمان بهذه التي ذكرها المؤلف ما يتعلق بالإيمان. ثم قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. وهذه حكمة من الحكم العظيمة لإرسال الرسل مبشرين، يبشرون بالجنة وينذرون من مخالفة ما جاءوا به من الله سبحانه وتعالى وما أوحى لهم، ينذرون أولئك إذا خالفوا ينذرونهم بالعذاب، مبشرين ومنذرين. ثم قال أيضا في حفة: فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. والأصل أنه يطلق على ما فيه الخير، والإنذار على ما فيه الشر، والبشارة في الغالب تكون في الخير، البشارة تكون في الخير، لكن أحيانا تكون في حال قوله تعالى: وبشر المنافقين بأن لهم، وهذه البشارة ليست بشارة، ولكن هذا نوع من أيضا الخطاب لأولئك بما سيأتيهم من عذاب. فهنا يقول المؤلف: وأولهم نوح، عندما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء قال: وأول الأنبياء نوح عليه السلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين. وقال الدليل على أن أولهم نوح، قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأول الأنبياء هو نوح، وآخرهم هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا بيّن أيضا المؤلف ما يتعلق بمن وصلته وبلغته الرسالة، وبيّن ما جاء في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم، المسألة الأولى في هذا الباب الذي ذكر المؤلف قوله: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وقال الدليل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الرسل جميعهم أرسلوا من أجل هذا الباب، من أجل التوحيد ومن أجل التحذير من الشرك. فأمر التوحيد أمره عظيم، ولذلك نجد أن البعض يقلل من أهمية التوحيد. ولا شك أن أول ما يريد الأعداء على أي بلد لإفساده، وهذا البلد من البلاد المسلمة، يبدأون بما يتعلق بالتوحيد، لأنه إذا فسد التوحيد فسد ما بعده، لا قيمة له. ولذلك هناك تجارب أيضا مذكورة حتى في التاريخ تذكر، يعني في بعض البلاد عندما أراد المستعمر أن يبعد الناس، هناك أحد البلد من البلدان، لا نذكر اسم البلد، بلد من البلدان كان هناك عندهم بعض البدع التي كانت منتشرة، فجاء الاستعمار إلى هذا البلد. بعد أن دخل الاستعمار تركوا الناس هذه البدع، لأن الاستعمار سيطر على هذا البلد، فأصبح الناس لا يستطيعون أن يؤدوا هذه البدع وهذه الاحتفالات التي كانوا يقومون بها. عندما تركوها رجعوا الناس إلى ماذا؟ رجعوا إلى التوحيد وإلى العقيدة، فتركوا البدع، فانتشر الخير في هذا البلد. فلما تنبه أولئك الأعداء وجدوا أن هذا البلد أصبح عندهم قوة وعندهم إيمان وعندهم ثبات في عقيدتهم وفي توحيدهم، فتعجبوا من ذلك، فدرسوا الوضع فوجدوا أن السبب أنهم منعوهم من هذه البدع. فما كان منهم، أي المستعمر، ما كان من المستعمر إلا أن قام بدعم أولئك بأن يقوموا ويرجعوا إلى هذه البدع، فطلبوا منهم أن يقوموا بمثل هذه البدع سابقا، فقالوا: لا نجد المال، فدعموهم حتى بالمال من أجل أن يرجعوا إلى هذه البدع. انظروا إلى خطط الأعداء، حتى أنهم يعلمون جيدا أن أي بلد يتمسك بهذه العقيدة وبالتوحيد يعرفون أن هذا بلد قوي متمسك بعقيدته وبتوحيده، وإذا انتشر عندهم البدع فإنهم آخر ما يفكرون فيه هو ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك يستطيعون أن يسيطرون على أي بلد يحصل فيه مثل هذا الخلل. هنا المؤلف قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. عندما يتجاوز الحد في أي أمر من أمور الدنيا في تعظيمه وفي إجلاله وفي إكرامه، معنى ذلك أنه تعدى الحد المطلوب من الاحترام، مثل أن يقوم باحترام لشخص، أن يقوم بالسجود له أو بالركوع له، هذا نوع من أنواع العبادة، السجود والركوع نوع من أنواع العبادة. أيضا إذا تجاوز حده أيضا في الكلام وفي العبارة، يتكلم الشخص بعبارات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فهنا أيضا يدخل في هذا الباب. وهنا ذكر أيضا المؤلف الطواغيت، قال: هم الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، وذكر إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. بدأ أولا بإبليس لعنه الله، لأن إبليس قال: أنا خير منه، لأنه لما أمر بالسجود لآدم وعصى تكبر، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ما منعه إلا الكبر، فعصى أمر الله وتكبر، فلعنه الله فطرده وأبعده، وسمي إبليس بذلك، لأنه كما قال الشراح لأنه أبلس، أي أبعد عن الطريق الحق.
هنا المؤلف يقول أن إبليس هو رأس الطواغيت في هذا الباب. الثاني من عبد وهو راض، أن يعبد من دون الله وهو راض، أي عبد وهو راض بعبادة الناس له، فهو أيضا هو طاغوت. أما من عبد وهو غير راض بذلك فلا يدخل في هذا الباب، لأن عيسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام أيضا عبد من دون الله ولكنه غير راض بذلك. وأيضا مما ينبه عليه أن من يتوجهون إليهم أيضا ممن ظهر عليهم الصلاح والعبادة فهم ماتوا على التوحيد، ولكن من بعدهم عبدوهم فليس لهم ذنب، هم ماتوا على التوحيد والعقيدة، ولكن جاء من بعدهم وعلموا بأنهم من الصالحين فتوجهوا لهم بالعبادة. الأمر الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، مثل رؤوس المشركين الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، يطلب من الناس أن يعبدوه، مثل فرعون عندما قال فقال أنا ربكم الأعلى. الخامس من حكم بغير ما أنزل الله، وهنا المقصود في ذلك أن من حكم بغير ما أنزل الله عندما جاء في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والمقصود بذلك من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك، فإذا استحل للحكم بغير ما أنزل الله فإنه يدخل في هذا الباب. وأما من حكم بغير ما أنزل الله عن غير تعمد أو عن اجتهاد وهو من أهل الاجتهاد فهنا لا يدخل في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. المسألة الأخيرة وهي نهاية هذا الأصل وهو الأخير وهو نهاية هذا الكتاب، هو معنى لا إله إلا الله. ثم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هنا في آخر الباب انظروا المؤلف طريقة التأليف، هذا آخر مقطع في هذا المؤلف. المؤلف الذي ألفه الشيخ رحمه الله بدأه بالتأصيل، هو يريد أن يتكلم عن الأصول الثلاثة، والأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في قبره. فقبل أن يبدأ بهذه الأصول نبهنا على أشياء مهمة وهي يحتاجها المسلم، فقال يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أربع مسائل. ما هي المسائل الأربع؟ قال العلم، أن يبدأ بالعلم، لذلك لا يمكن أن يؤدي المسلم العبادة إلا بالعلم. ثم قال العمل، ما يكفي أنك تعلم ولا تعمل، لا بد من العمل. ثم قال الدعوة إلى ذلك، ترشد الناس بما علمت وبما عملت. ثم بعد ذلك عليك بالصبر، لأن كل من دعا إلى الله فإنه يواجه أيضا بمن يحاربه أو من يؤذيه، وربما أيضا أمر آخر لا يتعلق أيضا بالإيذاء، ربما يتعلق أيضا بالمشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حفت الجنة بالمكاره، فأحيانا يشق على المسلم القيام لصلاة الفجر أو أيضا قيام الليل أو بعض العبادات، ولكنه إذا جاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل. هذه أربع مسائل، ثم ذكر ثلاث مسائل متعلقة بأصل الإسلام، فبين أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسلا ولم يتركنا هملا، هذا هي القاعدة الثانية التأصيلية للمسلم. ثم بين بعد ذلك أن من أهم المهمات هو ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه، أن تصرف هذه العبادة، إذا كان الله هو الخالق فإن العبادة تصرف لله سبحانه وتعالى. ثم جاء بعد ذلك بما يتعلق بالحنيفية وبين معنى ذلك وأنها هي دين الإسلام وهي المقصود بها بالتوحيد، ثم دخل بالأصول الثلاثة. الأصل الأول وهو المتعلق بمعرفة العبد لربه، ثم معرفة العبد لدينه، ثم معرفة العبد لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن انظر إلى طريقة المؤلف من بدايته لهذا الكتاب إلى آخره، بدأ بهذه الأصول وانتهى إلى قاعدة يحفظها الجميع، قال رأس الأمر الإسلام، وذكرنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة وبالتوحيد، صح ولا لا؟ إذا الإسلام يعني التوحيد والبراءة من الشرك. ثم قال
وعاموده الصلاة. إذن ما يتعلق بذلك هو أهمية الصلاة في حياة المسلم وسنامه الجهاد في سبيل الله. فبين المؤلف في آخر هذا المؤلف ما يبين هذا وإجمال لكل ما ذكره في هذا الكتاب في هذه الكلمات الثلاث. فبين أهمية التوحيد وأنه هو القياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة والخلوص من الشرك، والمقصود بالخلوص من الشرك هو البراءة من الشرك وأهله، لأنك إذا تبرأت من الشرك تبرأت من أهله. وأيضا رأس الأمر هو الإسلام وعموده هو الصلاة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهو الجهاد الذي يكون تحت راية ولي الأمر وما يأمر به ولي الأمر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلس مبارك، وأن يرزقنا فيه التوفيق والسداد والعتق من النار، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.